تستطيع القوة أن تعيد السلام إلى سوريا؟ ماذا يمنع الربيع من الأرض الإيرانية؟ مقاطع الفيديو تواصل فضح الفساد عن قضية طفل عفيف المعنف. كفاءة النسب تعود من جديد. عجلة الطلاق تعود للوراء. دعوى الاحتساب تضرب الجنادرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي مجددا في برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني بداية أن أرحب بضيوف الكرام. شاركوني في هذه الحلقة الأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، مساك الله بالخير. السرور، حياك الله. أهلا. وكذلك الأستاذ يحيى الأمير الكاتب الإعلامي المعروف، مساك الله بالخير. أهلا. ومعنا الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان المستشار الاجتماعي ومستشار مدير جامعة حائل، مساك الله بالخير. معنا أيضا المحامي الشيخ حمود الناجم المستشار الشرعي، مساك الله بالخير. لا زالت القضية السورية تشغل العالم، ففي حين أقرت الأمم المتحدة مشروع إدانة بأغلبية ساحقة، يحاول النظام السوري من خلال دستوره الجديد كسب مزيد من الوقت مع تزايد أعداد القتلى بين المدنيين. هل تستطيع القوة أن تعيد السلام إلى سوريا؟ الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن لاعتماد قرار بتشكيل قوة لحفظ السلام. وزير الخارجية السعودي يدين بشدة ويتهم النظام السوري بقتل شعبه وتدميره. الوزراء العرب يطالبون بالتدخل العسكري وتقديم الدعم المادي والسياسي للمعارضة، وسوريا ترفضه جملة وتفصيلا. لبنان والجزائر يتحفظان على طلب المجلس الوزاري بوقف أشكال التعاون الدبلوماسي مع سوريا. مجلس الأمن يفشل بالتعامل مع الأزمة، والصين وروسيا تريدان السلام ومقترح لقاء وزاري روسي خليجي. تونس تستضيف مؤتمر أصدقاء سوريا لتوفير الدعم وإنهاء القتل. العواصم الثلاث واشنطن وباريس تتحفظ على قرار الجامعة بإرسال قوة حفظ سلام. أستاذ جمال، آخر شيء حتى في بالنسبة للقضية السورية، تصويت الجمعية العمومية، ما الذي يمكن أن يحدث مثل هذا التصويت يعني في صالح الثوار؟ التصويت غير ملزم، لا يترتب عليه أي قرارات، ولكنه يوضح بأن الرأي العام العالمي لم يعد يقبل بالوضع السوري، لم يبقى للنظام السوري أي أصدقاء. هل كما جاء في التقرير السؤال الأول، هل ثمت ما يمكن فعله بدون مجلس الأمن، بدون قرار تحت الفصل السابع الذي يسمح بتدخل العسكري؟ نعم يمكن، وفي حالة سابقة أنهيت أزمة إنسانية خطيرة جدا، كان يمكن أن تؤدي إلى مقتلة ومذابح. عام 99 في كوسوفو كانوا الصرب على وشك الانقضاض على تلك الجمهورية الصغيرة اللي معظم أهلها من المسلمين اللي اسمها كوسوفو. أيامها كان كلينتون رئيس أمريكا، اتخذ قرار بدون مجلس الأمن لأنه الروس طبعا كان موقفهم مثل موقف الروس الحالي الآن. اتخذ قرار وقامت القوات أعتقد الأمريكية أو الناتو لا أذكر، لكن المهم قاموا الأمريكان منفردين بقصف مواقع في صربيا أدت إلى تركيع النظام الصربي، وأعطي وحموا الكوسوفيين وحصلت كوسوفو بعدها على الاستقلال. هل يمكن أن يحصل هذا الشيء في سوريا؟ نعم ممكن أن يحصل. الآن الرأي العام العالمي مستعد يقبل بتدخل عسكري، بتدخل عسكري مثل ما حصل في كوسوفو بدون وجود الفصل السابع من الذي أسمح
بدون قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع. فالحالة هذه حصلت من قبل ويمكن أن تحصل مرة ثانية، وأنا أعتقد أنه هذا هو الحل الوحيد، لأنه إذا فضلنا نستمع للروس والصينيين حنقعد سنة ثانية أخرى عاما كامل آخر نرى النظام السوري يقتل في شعبه بشكل بطيء جدا، بينما نحن داخلنا نموج بالغضب والألم والحزن والاجتماعات المتكررة. خلينا نشوف الدكتور عبد الله الفوزان، هل تعتقد أنه أيضا إشارة الرئيس السوري إلى أن هناك يعني دستور جديد سيتم التصويت عليه يعني يمكن أن تخفف من غلواء الثورة؟ أنا طبعا لست سياسيا، ولكن يدرس علم الاجتماع السياسي على أي حال، ولذلك بداخل من هذا ضمن هذا المنطق، وأيضا كمراقب فقط ولست متخصص. نعم. ولكن أعرف أن هذا النظام يستطيع أن يلعب على عامل الوقت كما تفضلت وعامل الكروت التي، لكنه يبدو لي أنه تأخر كثيرا الآن. نعم. يعني لعبة الدستور الجديد تأخرت كثيرا، كان بالإمكان أن تلعب دور لو قدمها مبكرا. نعم. مع بداية الأزمة، لكن لا أرى حقيقة لهذا تأثير إطلاقا على موقف الثوار، وستستمر الثورة ولن يكون له أي تأثير سواء على أقصد على المستوى الداخلي في المجتمع السوري، بما أنه فقد هذه الدماء لن يضحي، وهو يعرف ألاعيب هذا النظام الشعب السوري، ولن يقبل حقيقة بأن يقايض الدم الذي سال طيلة هذه الفترة بمجرد بدستور جديد. لا أعتقد. أستاذ يحيى، هل تعتقد وفقا لكلام الأستاذ جمال أن هناك إمكانية لتدخل عسكري من قبل خلينا نقول مثلا الناتو أو أمريكا أو غيرها، أو تركيا أو الأردن أو السعودية؟ أنا أتصور النظام السوري استطاع أنه يضبط معادلاته السياسية الخارجية وجعلها أولوية أكثر من اهتمامه بالداخل السوري، بمعنى أنه الآن هناك نوع ربما من الواقع السياسي المحيط بسوريا يمثل خطرا على النظام السوري على المستوى الدبلوماسي فقط، لكن كل أشكال التهديد بالتدخل أو العمل الميداني أتصور للأسف أنها تتراجع. الأتراك الآن لديهم مواقف مترددة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، وهذا أتصور أنه يعطي حتى نوع من الإحباط مختلف الدول البعيدة نوعا ما أو البعيدة جغرافيا عن سوريا، لأنه كلنا شاهدنا تلك اللغة الحادة والحارة والحاسمة في بداية الأزمة السورية اللي كان يتحدث بها الرئيس التركي ووزير الخارجية التركي، ثم رأينا حالة الانحدار المزعج جدا في ذلك المستوى. ليش تعتقد يا صديقي؟ أنا أتصور طبعا أنها الحسابات السياسية، وأتصور أيضا الحسابات الانتخابية الداخلية، أتصور هناك دور إيراني أيضا، وتصور أنه في مشكلة على الفاتورة أو في خلاف على من يدفع التكلفة. الرهان على الحل وفق النموذج الصربي قد يكون مشكلة، لأنه لا توجد هناك قوتين متكافئتين على الأرض ومفصولتين جغرافيا، بحيث أنه الطائرات ستقصف مواقع مثلا في المنطقة الفلانية حتى تستطيع حماية المنطقة الفلانية، هناك حالة من التداخل الشديدة جدا. الرهان على الداخل السوري والرهان على الثوار السوريين الذين بدأوا بالثورة ولم يكونوا مدركين أو لم يكونوا يتوقعون أن سيأتي أي تدخل أجنبي، هم الآن يواجهون أيضا واقعا سياسيا محبطا. إذا كان هناك رهان على التدخل السعودي التركي الأردني وعلى دول الخليج مثلا، فعلينا أن نشاهد أولا على المستوى السياسي، إلى الآن هناك تردد في الموقف من المجلس الوطني السوري، إلى الآن هناك تردد حتى في مسألة فتح الممرات الآمنة وأكثرها تحركات شعبية، مثلما بدأ الوضع داخل سوريا شعبيا سينتهي أيضا شعبيا. خلينا نشوف الشيخ حمود، يعني إيش رأيك الشيخ حمود، هل هناك يعني تستشعر عجز في الموقف الدولي من قضية سورية التي إلى حد كبير يعني طال أمدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، أنا أعتقد حقيقة أن تصويت الجمعية العمومية نعتقد أنها خطوة في اتخاذ قرار حقيقي طبعا قانوني ومنظم يخضع للرقابة الدولية، وفي نفس الوقت يعني لا يصطدم مع مجلس الأمن باعتبار السلطة التنفيذية وفق الفصل السابع. أنا أتصور أن تصويت الجمعية العمومية هذا مفيد جدا في أن نتخذ قرارات تتعلق بمنطقة عازلة، في أن نجعل هناك ممرات آمنة،
هذه حقيقة لا تحتاج إجماع دولي عليها، ولا تحتاج أيضا موافقة مجلس الأمن عليها باعتبارها لا تخضع للبند السابع، وإنما هي تخضع لتقدير هذه الدول، لكنها تحتاج إلى قرار جديد، تحتاج إلى مشاركة الجامعة العربية، تحتاج أيضا إلى أن نجعل هناك تكتل بين الجامعة العربية باعتبارها السلطة الحقيقية الممثلة للشعوب العربية والبيت العربي في موازنة الدول الصديقة أو المتعاونة أو التي حقيقة يعني تتألم من الوضع السوري، أولها تركيا. قرار الجمعية العمومية هذه خطوة قانونية حقيقية وهي موفقة، يعني لم تصدر عبثا يعني، وإنما جاءت كخط ثاني بأغلبية ساحقة يعني. ساحقة، وبعد أن فشل مجلس الأمن أو بعد أن أسقط القرار أصبحت هذه خيار ثاني، وبالمناسبة هذا الخيار يعني لم يكن يعني منسيا، وإنما كان خط آخر في أن لو فشل مجلس الأمن في التصويت أن يلجأون إليه، وفعلا تم بإجماع يعني كاسح، ولذلك هذه خطوة مهمة جدا حتى نصل إلى قرار مهم الهدف منها الحقيقي هو حماية الشعب السوري. طيب، ينتظر كثير من الإيرانيون أي فرصة لإطلاق ربيعهم اقتداء بربيع العرب وفق كثير من شبابهم ومثقفيهم، فماذا يمنع أن يحدث مثل هذا الأمر؟ ربما لو سألت إيرانيا تواقا للحرية عن الربيع العربي لقال إنه تأخر كثيرا، حين رفع الإيرانيون لافتاتهم الشهيرة في ميادين طهران وباقي المدن الفارسية أين صوتي، كانوا وحيدين والعالم يتفرج، وكان العرب ينظرون لهم بكثير من التقدير لموقفهم. أما وقد مر الربيع العربي مسقطا عتاولة الحكم ولا يزال يهز بعض الكراسي، فإن الآية انعكست وبات أبناء مشهد وشيراز وأصفهان يحلمون بربيع فارسي ينهي التسلط الملالي منذ عقود ثلاثة. المدونون الإيرانيون الذين يستلهمون تجربة العرب في مصر وتونس خصوصا يتعرضون الآن للسجن والاعتقال وإغلاق صفحاتهم، وبحسب منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته منتصف هذا الأسبوع فإن حملة دهم واعتقالات تطال المدونين والمثقفين خصوصا في أنحاء متعددة من إيران. ورغم الدعوات التي أطلقها كثير من الشباب الإيراني للتظاهر تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الإصلاحيين لم تلقى الرواج الكافي بسبب التضييق التقني والانتشار الأمني، فإن أقرب فرصة انتخابية برلمانية أو رئاسية ستكون حاسمة في مصير الجمهورية الإسلامية، وذلك يعني أن أمام الإيرانيين سنتين تقريبا قبل أن يختاروا بين حكم الملالي أو ربيع المنطقة. دكتور عبد الله، تشعر أن هناك يعني جذوة بس مغطاه إلى حد ما من الثورة داخل إيران، ما الذي يمنع الربيع الإيراني أن يشتعل على نسق الدول العسكرية والأنظمة العسكرية اللي في العالم العربي اللي قامت فيها مثل هذه الثورات؟ إذا خذينا المعطيات الموضوعية حقيقة في إيران بالنسبة للشباب الإيراني وهو يمثل نسبة هائلة جدا حقيقة، ستجد أنه يعاني حقيقة، وهذا ما تستشعره من خلال ما يكتب عبر أدوات التقنية المعاصرة من كبت للحريات، انتشار البطالة بشكل هائل جدا، انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب والشابات الإيرانيين بشكل كبير جدا، النزعة السياسية الموجودة لدى الشباب في الرغبة في الحرية، هذه المعطيات كلها تدل وتعطي مؤشرات على أنه حكم الملالي الآن في خطر. لكن أنت تعرف أن حكم الملالي لديهم القدرة على عملية تصدير مشاكلهم الداخلية إلى الخارج، وبالتالي محاولة إلهاء الشباب الإيراني بقضايا العداء مع الآخر بشكل أو بآخر، وبالتالي على نحو يوحدهم بالضبط وهو مهم يعني دائما يعمدون إلى خلق هذا العدو الخارجي من أجل حفظ الاستقرار الداخلي، ولكن لن تنطلي هذه اللعبة كثيرا على الشباب الإيراني، وأنا أعتقد أن حالة التململ سنشهدها قريبا وسنجد أن الشباب الإيراني سيبدأ ثورته. هل تتفق معه أستاذ جمال أنه هناك يعني حالة من التململ؟ نعم، في تململ في إيران لا شك في ذلك، وإذا انطلقت انتفاضة ستحصل على الزخم اللي تمتع به الجماهير العربية، ويستدعو بعض المشاهد من مصر وتونس وسوريا أيضا، وبدأوا في ذلك، حتى العلم السوري أحرق ورفع علم الاستقلال السوري له يمثل الانتفاضة السورية، لكن أمس في المظاهرات. لكن أيضا لا يبد أن نفهم المشهد الإيراني على حقيقته، مثل ما في متململين
ترى النظام ما يزال حوله طبقة مؤيدة له، وهم المتدينين الأصوليين الحركيين إذا صح التعبير، الإيرانيين الذين يؤمنون بالفقيه وولاية الفقيه، ويؤمنون بالجمهورية الإسلامية. هؤلاء سوف يدافعوا عنها بشراسة، ويعتقدوا بأنهم يجاهدوا من أجل الله ومن أجل المهدي ومن أجل الدين ومن أجل المذهب لنصرة هذه الدولة. هؤلاء مدافعين شرسين وبينزلوا في الشارع ويعتركوا مع المتظاهرين الليبراليين إذا صح التعبير. الصورة الإيرانية هي كالتالي: طبقة متدينة وطبقة تريد الإصلاح، ويستخدموا نفس العبارات إنه هؤلاء الليبراليين يحركهم الغرب، يحركهم لديهم أجندات خارجية وكذا وكذا. فهؤلاء مؤمنين بالدولة، مؤمنين بالإمام الفقيه، وسوف يدافعوا، بل أنهم سوف يقتلوا من أجل حماية النظام. فيمكن للمجتمع الإيراني أن ينقسم إلى حد كبير. حرب أهلية لا ما أعرف، ولكن في شوارع طهران سيقف مع الشرطة هؤلاء هذه الجماهير. يعني إلا حينقض على المتظاهرين الإصلاحيين ليس فقط الشرطة الإيرانية والباسدران وغيرهم، وإنما أيضا الجماهير المؤيدة للخامنائي ولأحمد نجاد. طيب شيخ حمود، يعني إيران أحيانا يدها طويلة تمدها يعني في مناحي كثيرة من الدول المجاورة، لماذا لا تمارس بعض الدول العربية مثلا أو ذا تزويد أو معاضدة الثورة في داخل إيران؟ يعني هو استكمال اللي ذكر الأستاذ جمال، حقيقة هو أصعب يعني ما في الإنسان أنك تغير معتقده، لأن المعتقد إذا رسخ في النفس وتأكد فيه وثبت من الصعوبة بمكان أنك تغيره. هو نظام ولاية الفقيه يعني عمل على هذا المبدأ من سنوات طويلة، ولذلك إذا اطلعت على الكتب وعلى المنهجية ستجد هذا التكريس الرهيب حقيقة، حتى نشأ عندنا جيل يعني شبابي وهم كثر ونسبة كبيرة، والإحصائية تتكلم عن هذا أنهم حقيقة يعني يصعب اختراقهم لتبعيتهم الدينية يعني الصرفة. عندنا؟ لا أقصد عند إيران. أنت تقول إيه؟ نعم. لا لأنك غلطت، قلت أنا شاء عندنا. لا أقصد يعني عند إيران، باعتبار يعني إن يعني حتى الكتب التي يوزعونها وتدرس في الجامعات وحتى في المجتمعات الإيرانية يعني تركز على هذه. المعتقد الإيراني أنا أعتقد أنه هو يعني الركيزة الأساسية التي تقوم عليها يعني منهجية تصدير الثورة، ولذلك يعني لما يكون في المعتقد الأصيل تصدير الثورة منهج قائم، أنا أعتقد ستجد له يعني رسول وسفير وعين في كثير من الدول. يعني مسألة التدخل في الشؤون الإيرانية، أنا أعتقد أن المجتمع الإيراني هو يعني ليس بذلك القوة، لكن عقيدته ومنهجيته الدينية ربما تقف سياج مانع في كثير من المحاور الأساسية. خلينا نشوف الأستاذ يحيى، إيش رأيك أنت في المسألة؟ في عام 2009 وقبل أن يبدأ الربيع العربي، كانت الشوارع في طهران أكثر اشتعالا من ميدان التحرير ربما في فترة الثورة. إذا كان هناك محمد البوعزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر، فهناك ندى سلطان آغا اللي يعني صورتها وشكل اللي تمت في عملية قتلها في طهران أيضا يعني شاع وراج وحصد الكثير من ردود الفعل. كان هناك خذلان عالمي أتصور للثورة الإيرانية في 2009، وكان هناك خوف أمريكي وغربي من أن يتهموا بالتدخل في الشأن الإيراني الداخلي، بل حتى على المستوى الإعلامي لم يحظى الشباب بالكثير من الدعم. أنا اللي أتصور أن ما يمنع الربيع الإيراني أن ينطلق هو القمع فقط، واستقواء الطبقة المستفيدة من النخبة الحاكمة. أما الشباب وتصور أنهم كغيرهم لم تعد تنطلي عليهم، والمعتقدات أيضا والمعتقدات ليست لدى الجميع، بل في إيران هناك طبقة من الشباب أصبحت تفرق بين معتقدها وبين آية الله الخميني وتاريخه ومؤلفاته. هناك طبقة تفرق بين أن تكون متدينة
ويعني هي متدينة وفي ذات الوقت هي تسمي نجاد بالشيطان الأكبر. دخل نجاد في بداية 2010 إلى جامعة إلى الجامعة الإيرانية في طهران، فاستقبله الشباب في المدرج بالهتاف وبتسميته بالشيطان الأكبر. بالهتاف ضده طبعا. ضده، لكن حالة القمع في إيران مشتدة للغاية، لكنها لن تنطلي على الشباب. نحن أمام النموذج الوحيد للدولة الدينية بالمعنى الكهنوتي الثيوقراطي، هو فقط موجود في إيران الآن. لكن فعلا الرهان الحقيقي هو على حالة الاقتناع الجديدة لدى الشباب بأن هؤلاء يكذبون وبأنهم ثلة من المنتفعين. واللي أتصور أنا أنه إذا جاءت الانتخابات إما أنه يعني ستسقط الثورة الإيرانية بمفهومها التقليدي، أو سنجد أنفسنا أمام نسخة جديدة لتلك الثورة. جميل، فاصل ثم نعود إليك. مقاطع الفيديو تواصل فضح الفساد عن قضية طفل عفيف المعنف. كفاءة النسب تعود من جديد. عجلة الطلاق تعود للوراء. أهلا بكم من جديد. مقاطع فيديو مسربة تكشف حالة جديدة من التردي في بعض الخدمات كان آخرها أكثرها إيلاما ما حدث في مركز التأهيل الشامل بعفيف، حيث تظهر صور تعذيب طفل معاق. رأيك أستاذ جمال، الآن صار هل صرنا في حاجة إلى مقاطع فيديو ولا يوتيوب عشان نتعرف على الخلل في بعض الخدمات؟ شوف، هو اللي بيحصل تطور هائل في أدوات التواصل والإعلام. في شيء جديد تحدثوا عنه خبراء الإعلام من سنوات وسموه المواطن الصحفي. المواطن الصحفي الآن هو الذي بيضغط. في الماضي مدراء الدوائر الحكومية، أمراء المناطق، الوزراء يتعاملوا معنا نحن الصحفيين، رؤساء التحرير نجاملهم أحيانا، نسكت على أخطائهم لأنهم يمونوا علينا ونمون عليهم. لكن المواطن الصحفي ما يمونوا عليه. المواطن الصحفي عنده جرأة أن يقول الحقيقة كما هي. ما عاد يحتاجوك. نعم. الأدهى من ذلك، أنا أديك مقارنة أو مفارقة في نفس الأسبوع مع تقرير عفيف أو الشريط الفيديو حق عفيف، وخبر قرأته في عكاظ أمس، خبر مهم جدا في تحقيق مع في قضية ابن مسؤول في الصحة في جدة كان يتقاضى راتبا لمدة 3 سنوات 3000 ريال في الشهر وهو لا يداوم على أحد البنود. عملية يعني فساد حقيقية. عكاظ نشرت القصة لكن لم تنشر اسم الرجل، لأنه عكاظ عنده مسؤولية نظامية أمام القضاء، تخشى أن تقاضى أو صحيح. كذا أو كذا. لكن وهذه مسألة المواطن الصحفي لا يخشى. المواطن الصحفي ما يهمه. المواطن الصحفي رايح يجيب اسم الرجل ويصور بيته ويجيب صور الكشوف والرواتب ومن وقع على الرواتب ومن ساعد ومن كذا ومن كذا. صحيح. المسؤول رايح يحاول أن يوقف هذا الشيء. رايح يأمر بمنع دخول الكاميرات في الأجهزة الحكومية. ربما أنا أذكر في قصة شهار أيام عثمان الصيني كان رئيس تحرير الوطن، عندما صورت صور من مستشفى شهار بلغ المبلغ بالمستشفى أن يقول بأنه صور مفبركة. صحيح. مثل ما النظام السوري يقول بأنه المظاهرات اللي بتحصل ما هي حقيقية. ولكن خلني أريد أيضا حالة بس شيء من الأنانية. إحنا في مجلة اليمامة قبل يمكن 25 سنة نشرت صور من شهار، مستشفى شهار أيضا ودع المستشفى في حينها أنها مفبركة على وقت أن كان بعدها جاء غازي القصيب الله يرحمه وزير للصحة. لكن الشاهد باختصار أن المطلوب اليوم من المسؤول أن يتعامل بجدية مع المواطن الصحفي ويتحمل منه ويكون مستعدا للمساءلة والمحاسبة. دكتور أيوه، أنا حقيقة ما تفضل فيه الأستاذ جمال يعني منطقي، لكن هذه تفضح لنا عدة أشياء حقيقة. هذا المقطع
أولا ضعف المتابعة بالنسبة لخدمات الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، هذا واحد. الشيء الثاني يفضح أمامنا قضية الرخص بالنسبة للتعاقد مع الشركات التي تقوم على رعاية مثل هذه الفئات والبحث عن الأرخص، ثم تفضح لنا أيضا قدرتنا على 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 فحص الخبرات التي ترد إلينا للتعامل مع هؤلاء أو مع هذه الفئات، وبالتالي هل هم مؤهلين نفسيا، هل لديهم خبرات فعلا في التعامل مثلا مع مثل هذه النماذج، أم أن تأخذنا فقط قضية الرخص. وهذا هو العمل الرئيسي. دكتور، وأنت لك في الشأن الاجتماعي، إيش تقترح كحل لمثل هذه الحالة؟ أنا أقترح أنه إدخال التقنية في عملية المراقبة، هذا أصبح أمر ضروري جدا، لأنك لا تستطيع أن تراقب الأمور بعينيك 24 ساعة، وبالتالي دخول المراقبة الإلكترونية هذا أمر ضروري. اثنين، إيقاف حقيقة مسألة من هو الشركة الأرخص في عملية المناقصات لرعاية مثل هذه الفئات التي فعلا تحتاج إلى خدمات إيوائية بالذات والتي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، والأخذ بمبدأ من هو الأكفأ ومن هي التي تقدم لي خبرات متميزة في عملية رعاية مثل هؤلاء الفئات التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها فيما لو تعرضت لمثل هذه الإساءات. والمحاسبة. والمحاسبة. في هل أنت يعني مع أن الإشكالية هي فقط في الرخص، يعني في رخص؟ إشكالية الرخص هي مسألة لها علاقة بسيستم وزارة المالية السعودي عندنا، بنظام المناقصات أصلا. طبعا هذا النظام يحتاج إلى أن يفرق بين التعاقد مع شركة لرعاية مجموعة من الأطفال المعاقين وبين التعاقد مع شركة لتشجير شارع 30 في حي المرسلات مثلا. هناك فرق كبير جدا بين هذه الحالة وهذه الحالة، بل هناك يعني، وممكن الدكتور عبد الله أيضا لديه خبرة في هالجانب، البحوث العلمية في الجامعات تخضع لنظام المناقصات، يعني التمويل الخاص بالبحث العلمي مثل التمويل الخاص بشراء الكراسي والطاولات، وهذه مشكلة كبيرة جدا إذا كان من يصرف عليك لا يفرق بين مشروعاتك. هناك مشروعات شكل الاحتياج فيها إنساني بغض النظر عن يعني بغض النظر عن شكل المبالغ التي ستدفع وعن حجم هذه المبالغ. اللي شفناه في مركز عفيف كان جارح للغاية ومؤلم، يعني ويدل على أنه ذلك المقطع هو جزء من واقع التعامل يبدو مع كل الأطفال هناك. المقطع يعني حقيقة يدعو للبكاء، يعني لأنه يعني حينما تشاهد شكل ذلك الطفل الذي كان يعني أثناء الصراخ يقوم العامل بتقليد صوته وبضربه، يعني يقوم وتتساءل هل هذه هي الحالة الوحيدة أم هناك آلاف من الحالات التي في الواقع؟ أنا متأكد. خلينا نشوف في الواقع. لا بس لو سمحت الآن حتى لا نشتغل بهجاء وزارة الشؤون الاجتماعية، عليها أن تكون يعني حتى لو بنوع من المزايدة، عليها أن تزايد علينا نحن، بس أن تزايد علينا واقعا. لابد من حقنا أن نتعرف على الطريقة التي تدار فيها مراكز التأهيل ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الإيواء. من حقنا، المشكلة أن هذه هي الطبقة الأكثر ضعفا في المجتمع. هؤلاء لو كانوا يعني ناس من الموظفين أو موظفين على البند ولم يتم تثبيتهم، بيأخذوا حالهم ويروحوا يتجمعوا قدام وزارة الخدمة المدنية، بس هذه الطبقة والفئة الضعيفة جدا، فئة المسلمين، نعم، وفئة المعاقين. ننتظر واقعا جديدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ننتظر أن يكون هناك خط هاتف معلوم لدى الجميع، إذا اتصل به والد الطفل المعنف الدوادمي يصل إلى مسامع معالي الوزير في 10 دقائق. ننتظر واقعا جديدا شراكة حقيقية، لأنها وزارة المجتمع. صحيح، وأن تكون هناك كاميرات مثل ما قال الدكتور عبد الله. لكن خلينا نشوف من جانب قانوني شيخ حمود. بس قبل هذا، اللي يباشرون العمل في مثل هذه المراكز هم من العمال الأجنبية الرخيصة. صحيح. ألا يمكن تأهيل شباب سعودي أولا للتوظيف، توسيع قاعدة التوظيف، ثم سيكونوا يعني يمكن أظن يعني سيكونون أكثر رحمة من سواهم يعني أشقائهم؟ صحيح. هو على كل حال الأصل أن حقيقة لسنا في حاجة أن نصور مقاطع وبطريقة سرية ونرسلها ونبثها. إذا يعني وجدت الأنظمة وقرأت الأنظمة ستجد فيها عناية ورعاية واهتمام بل وتخصص. فتعجب حقيقة أنك تجد هذا النظام
المسطر المقرر يعني من المقام السامي والمعمم على الجهات الحكومية، وعندما تجد التطبيق تجده مغاير تماما للواقع الفعلي. يعني احنا الحقيقة لسنا في حاجة ان نأتي بكاميرا خفية كأنها سرقة ونصور هذا المقطع ونبثه بحيث انه يكون رسول الى هذه الجهة حتى تعرف ما الذي يكون عندها. الأصل أنها هي التي تقوم بالجولات التفتيشية من الجهات، وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقوم يعني عملية رقابية خاصة، أيضا تقوم برفع تقارير، هذا بنصوص النظام. يعني ليس الأمر مفلوتا، صحائف التقارير تدرس من لجنة، وهذه اللجنة تبدي عليها يعني الرأي حتى من الناحية النفسية. النظام حقيقة الرقابي عندنا ضعيف جدا في هذه الوزارة، النظام المحاسبي أيضا ضعيف. وزارة المالية تشترط في طرح مشاريعها اللي هو الأقل طبعا ماليا، بالتالي راح يكون هو الأقل فنيا والأقل إنتاجيا. حتى نظام المنافسة لما أقر أخيرا يعني جاءوا بذلك النص القديم، وكانت في مطالبات بتغييره، لكن سبحان الله رجعنا ذات النص أن يتم الترسية على المؤسسات التي يكون عرضها المقدم هو الأقل مالية. طبعا هذا 30 سنة والناس يطالبون فيه. خلي نشوف. أيوة. لماذا نحن نطالب بوجود عناصر محلية حقيقة أو على الأقل قريبة منا لرعاية مثل هذه الفئات؟ هذه الفئات أخي إدريس هذه قابلة للموت في أي لحظة. في ثقافتنا المحلية كيف تجيب لي عامل أجنبي لا يستطيع أن يضع الرأس باتجاه القبلة عند حالة الوفاة مثلا، أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله، أو كيف هذا إنسان مسلم اللي أمامنا هذا سواء كان كبير السن أو معاق، فبالتالي هذا يفتقد إلى هذه الخصوصية المرتبطة بنا نحن كمجتمع في مسألة وضع الرأس باتجاه القبلة في حالة لا سمح الله الاحتضار، تعويد الطفل على أو حتى كبير السن بسم الله الحمد لله، الأمور التي مرتبطة صحيح. بالثقافة المحلية. أنا دكتور يعني أنت تتعامل مع المؤسسة التي تمسك هذا المشروع. نعم. يعني لو انظرت لها المؤسسة حتى من ناحية الخبرة، يعني العمالة التي تقدمها لمباشرة العمل يمكنها يعني ما تسأل عنها ولا في مساءلة في مواجهتها، إنما المواجهة والمسؤول هي الشركة المتعاقد معها، وهذا يتكلم عنها الدكتور. لو تسمح لي إدريس بحاجة، يجب أن لا نضيق نحن بهذه التسريبات، بل هذا هو شيء الطبيعي. صحيح، بالعكس أنا مع وجود الكاميرات. سوف تأتي حملة وسوف يقوم البعض بالهجوم على هذا التشويه وأنه هذه المسائل غير ضعيفة المصداقية وكذا، ولكن الصحافة السعودية لم تقوم بدورها، المواطن الصحفي السعودي بيقوم بدوره، يجب أنه يستفيد المسؤول من ذلك ويعمل على تحسين أدائه. أفضل الأنظمة بحاجة إلى الرقابة، ولا توجد رقابة أفضل من الصحافة. الصحافة سميت السلطة الرابعة، إذا ما قامت بدورها ليقوم المواطن بدوره ويحاسب المسؤول بوسائل التي أتاحتها التكنولوجيا. صحيح. أثارت قضية كفاءة النسب في المدينة المنورة الجدل من جديد حول المساواة بين المواطنين في إعادة لقضية فاطمة ومنصور الشهيرة طبعا، إلى الأنظار من جديد. كفاءة النسب تعود من جديد. أكثر من 44 قضية في عدم كفاءة النسب في المملكة. شاب في المدينة يودع بالتوقيف بسبب خطبته لفتاة، والد الفتاة يعتبرها إهانة له ولابنته لكون الشاب من قبيلة أخرى. من أبرز قضايا كفاءة النسب فاطمة ومنصور التي وجه المقام السامي بإحالة القضية للمحكمة العليا ونقضت الحكم آنذاك. وسطاء يتدخلون في قضية شاب المدينة والشرطة تخلي سبيله. يا حمود، هل القبلية أقوى من النظام باعتبار أنك يعني أقوى من الشرع؟ أيوة أقوى من الشرع باعتبار أنك يعني قانوني. يعني سأجيبك في صيغة سؤال، من يقول بهذا؟ الحقيقة باين حتى الآن من بعض الحوادث التي تراها، يعني عندما يتم يعني فصل بين زوجين نظرا لاختلاف مثلا كفاءة النسب. على كل حال إذا كنت ستذكر القصة القديمة، هي طبعا نظرت قضاء وتم الفصل بينهم واكتسب القطعية، ثم أحيل من مقام السامي للمحكمة العليا ونقضت هذا الحكم يعني برمته، يعني تم دراسة حيثيات ووقائع، وانتهوا إلى أن هذا الحكم لا يستقيم وبتنقض هذا الحكم. القياس عليه يعني لا يكون صحيحا، لأنه التفريق قصدي. أي نعم. القياس عليه لا يكون حقيقيا لا من الناحية الشرعية النظامية، لكل يعني قضية ظروفها وقائعها وأسبابها. مسألة يعني
يعني المباينة بين الأسر والتسمية والكفاءة في النسب هذا موروث فقهي يعني نقل إلينا، المذاهب لها اختلافات كثيرة فيه، يعني لا نستطيع أن نستطرد فيه وأن نشرح فيه بالتفصيل، لكنه إيش موقفك من القضية الأخيرة قضية المدينة؟ لا هذه قضية أنا أعتبرها قضية جنائية بحتة. كيف؟ يعني يعني هذا الخاطب تقدم إلى هذه الأسرة ويبدو لي أن الوالد الفتاة موافقة، يبدو لي كذا، لكن والد الفتاة اتصل بالشرطة فقبضت عليه. هذا القبض بحد ذاته هذا حقيقة يعني غير نظامي. إيه يعني الشرطة في هذا طبعا ومسؤولة، لأن مسؤولة كيف لأن الأصل أنه لا يتم، ما لم يكن الوالد كذب عليهم، كذب على الشرطة يعني ادعى أنه جاء أو شيء، هذا الشرطة قطاع أمني لا أتصور أن يعني يجب عندها التأكد وهي صاحبة اختصاص، فإذا كان التدليس يعني يمشي على هذا القطاع الأمني الضبطي فهذا أمر حقيقة يعني أنا استغرب حقيقة أن الشرطة لهذا الجهاز الأمني المسؤول يعني بمجرد بلاغ يعني تقوم بإيقاف هذا الشخص. الأصل أنه لا يوقف إنسان ولا يفتش ولا يسجن إلا في حالات حددها النظام وواضحة وصريحة، ليس من ضمنها يعني هذه الواقعة. هو وقف لأن والد الفتاة رأى أن تقدمه للخطبة إساءة إهانة، إهانة معنوية، فبناء على هذه الإهانة خذوه فغلوه. بس وش مبرر القبض؟ ماذا لا نقول يعني أنه يعني شكل الأب يعني شو المبرر؟ أنا قاعد أتخيل الرقيب أو رئيس الرقب اللي ماسك المركز هذه كل ليلة، ما مبرر الضبط لديه اللي خلاه يأخذ هذا المواطن؟ أهان أسرتي، لعل الله أراد بهذا المواطن خير وأنه يكسب قضية تعويضية بإذن الله في مواجهة هذا يعني. إيش يكسب؟ إيش يكسب على فكرة؟ ليست يعني إيقاف إنسان وحبسه وتقييد حريته ليس هذا اعتداء عليه؟ هذا اعتداء واضح. إيه وش التعويض؟ وش التعويض؟ يعني باختصار هذا ينظرها القبض. طيب. لكن على فكرة فيها حالات سابقة يعني تم قبض على أناس وأودعوا السجن والإيقاف وقاموا برفع قضايا وكسبوها وأيضا بكل حياد. نعم وصدرت الأحكام فيها وموجودة الآن الأحكام. طيب دكتور أنت شايف طبعا القضية أنه الأب البنت يعني بالعامية يقول أنت وجهك جاي تأخذ بنتي بالضبط. يعني سميها ماشي أنا أسميها مظهر من مظاهر العنصرية في مجتمعنا، تعطيها غطاء شرعي، تعطيها أي نوع من الغطاء، هي تظل ضمن المنطق وضمن ما يعرف عالميا شكل من أشكال العنصرية في المجتمع. طيب دكتور في أربع مذاهب بغض النظر مهما كان، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذه نحن نعود إلى النصوص، ما علينا من حتى الفقهاء حتى وإن أتونا كانوا أبناء مرحلة اجتهادات، هذه لا تمثل نصوص شرعية وإنما هي اجتهادات، ولا يفتى ومالك في المدينة، ولكن نحن نتحدث عن ماذا يقول القرآن وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش اللي هي طليقة من؟ زيد بن حارثة مولى من مواليه، فبالتالي ليس هناك عنصرية في الإسلام، وجاء الإسلام ليناهض مبدأ العنصرية وليؤاخي بين المسلمين وليجعلهم أخوة متحابين في الله، من يسميها من يشاء فليسميها، لكن أنا ليست هنا الخطورة، الخطورة أخي الكريم عندما تضيع أسرة بكاملها وأطفال يشردون تحت مظلة للأسف مبدأ عدم تكافؤ النسب، مع أنه في قاعدة فقهية تقول دفع الضرر مقدم على جلب المصالح، فبالتالي بأي حق أن تشتت أسرة بكاملها ويشتت أطفال وتوضع أم في السجن أو أب في السجن، وبالتالي للأسف أين الضمير؟ الضمير الذي يمكن أن يسمح لنا بوجود مثل هذه الممارسات في مجتمع يدعي بأنه يطبق شرع الله. ولذلك أخي إدريس وبقية الأخوان أنا أقول إن الحمد لله أن أخواننا في الغرب من السود لا يعرفون هذه الممارسات عندنا، وإلا لارتدوا عن ديننا لأنهم دخلوا الإسلام لمحاربته للعنصرية، فعندما يجدون مثل هذه المظاهر لدينا سيقول هذا دينهم، سيعتقدون بأن هذا جزء من ديننا للأسف، فسيرتد كثير منهم، ولكن أحمد الله أنهم يدخلون الإسلام دون أن يدركون مثل هذه الممارسات العنصرية. لحظة خلينا نشوف الأستاذ جمال في هذا الجانب. أنا بدي أشير مرة أخرى لدور الإعلام الذي فتح هذا الموضوع هو الإعلام. يجب أن نشكر الإعلام. هذه القضايا الحقيقية التي يجب أن نعالجها. نحن بنشغل حالنا بقضايا كثير لا تفيد المجتمع، لكن الحالة المرضية هذه تستدعي أنه نطالب مسؤول في الداخلية أن يوضح الأسباب القانونية التي ترتب عليها اعتقال هذا الشاب. يعني هذا الشاب هذا الشاب أهين في ذاته عندما اعتقل لمجرد أنني قدمت له خطبة. هذه مسألة يعني تصب في صميم اللحمة الوطنية. صحيح. كيف أجرم لأنني تقدمت لخطبة إنسانة مسلمة؟ أين الإهانة هنا؟
وادخلت سجن من أجلها. المسألة هذه ينبغي التحقيق فيها، الحديث فيها، وتستحق بالفعل الغضب من أجل هذه البلاد وجمال هذه البلاد. ممتاز أستاذ يحيى، عندك إذا في إضافة بس بإجازة. معليش ما يمديني إجازة. لا ما اسمح لي. طبعا هو يعني يفترض أنه لدينا مسؤولية ثقافية، أننا معنيون بإظهار الجوانب الحضارية في الإسلام وفي المجتمعات الإسلامية. اللي صار أنه إحنا أصبحنا نصدر كل ما هو سلبي وإعلان بدائي ومتخلف وضار جدا عن صورة المجتمع، يعني عن صورة المجتمع، يعني خلني أتحدث عن صورة مجتمعنا السعودي كمجتمع ينطلق من قيم وثوابت إسلامية. هذه المظاهر لا تراها حتى في كل المجتمعات العربية المحيطة بنا. سيقول قائل أن نشركم في هذا الموضوع يشوه صورة المملكة. هذا سيحيلنا إلى موضوع الإعلام الذي ذكرته. الناس أصبحت قضاياها يتعاملون معها وكأنها هي كل العالم، أنا قضيتي كأنها هي كل الحياة. هذا الشاب اللي سجن في المدينة يتمنى أن كل العالم يطلع يعني على قصته وعلى قضيته هذه. لكن الأقوال الفقهية تسعه. لحظة لمن تسع اعتقاله؟ لا لا لا، أقصد يعني تسع، يعني هذه الأقوال الفقهية المعتبرة ويعني اللي مشهورة عن الفقهاء هي يعني تسع كل من يرفض. يعني لا ممتاز ممتاز. احنا بس قاعدين نخلط. شوف، الرفض ما قبل الزواج هذه مسألة عادية وخاصة. نعم. وحق هذا حق اختياري لا خلاف عليه، لكن التفريق بعد الزواج أو الإدانة إذا تقدم هنا هم تزوجوهم؟ لا لا لا، ما قبل ايه. الزواج، الرفض ما قبل الزواج لا مشكلة. التفريق بعد الزواج أو أن يحدث ما حدث لهذا الشاب هنا أزمة. يمكن ما دخل حتى البيت. طيب شيخ حمود، فاصل ثم نعود إليكم. فاصل ثم نعود. عجلة الطلاق تعود للوراء. دعوة الاحتساب تضرب الجنادرية. أهلا بكم مجددا. أكد وزير العدل السعودي انخفاض نسبة الطلاق في المجتمع السعودي بعد سنوات من الزيادة المضطردة في معدلاتها السنوية. فماذا يعني ذلك؟ عجلة الطلاق تعود للوراء. وزير العدل يصرح بانخفاض نسبة الطلاق بين السعوديين. الرياض أعلى المناطق بحالات الزواج وتعتبر الأقل بحالات الطلاق، حيث سجلت 23% حالات الطلاق في الدول العربية. الكويت حوالي 35%، قطر 38%، الإمارات 36%، البحرين 35%، ومصر 40%، تونس 42%، المغرب 24%. وزير العدل يؤكد أن البدائل الشرعية من خلال الإصلاح ساهمت بخفض نسب الطلاق. الوزارة استحدثت إدارة للخدمات الاجتماعية لتخفيف الطلاق وتبنت برنامج الحضانة والنفقة. دكتور عبد الله، إذا كان ما ورد في التقرير صحيح يعني، فما هي أسباب انخفاض يعني نسبة الطلاق؟ وهذا طبعا مؤشر جيد إذا كان صحيح. أنا أتمنى ذلك، ولذلك أنا أشوف هذا أمنية أكثر من أنه واقع، لأن كل المعطيات والمؤشرات تدل على أن هناك زيادة وليس نقصان. لماذا؟ أولا لزيادة معدلات الزواج في المجتمع، ينتج عنها بالضرورة زيادة في معدلات الطلاق أساسا، لأن الناس تتزوج وبالتالي احتمالية وقوع الطلاق يكون أعلى. اثنين، في اتجاه عالمي اليوم بين كثير من الناس لاعتبار انه حياة العزوبية اصبح نمط حياة مفضل لدى كثير من الشباب والشابات، وبالتالي اصبح الطلاق هذا جزء مما يحقق لهم هذه الرغبة. وهي ثم بعد ذلك انا اعتقد انه وعي المرأة السعودية بحقوقها الزوجية ادى الى انها بدأت تطالب بهذه الحقوق، مما جعل الرجل
يتململ من هذه المطالبات من قبل وعي المرأة بحقوقها. ثم بعد ذلك عامل مهم آخر ساهم في زيادة معدلات الطلاق وهو استقلالية المرأة ماديا نتيجة دخولها إلى مجال العمل، ساهم في هذا في زيادة المعدلات. لا شك، علشان بس أكون منصف إلى حد ما، هناك ضخ إعلامي، بارك الله فيكم، ضخ إعلامي هائل جدا على مسألة الطلاق وإلى آخره في التوعية. وهناك مؤسسات بدأت تبرز في عملية اللي هو توعية والتثقيف الشباب المقبلين والمقبلات على الزواج، لم يسبق لها مثيل في مجتمعنا، الآن بدأت تتشكل معالمها. قد، لكني أنا لا أرى حقيقة، الواقع يدحض مقولة أنه انخفاض. وأيضا لا تنسى أنه هناك في حالات طلاق لم تقيد أساسا، يعني قد يكونوا تطلقوا ولكنها لم توثق رسميا لدى الجهات المعنية، وبالتالي هذه لم تحسب. فلذلك التعويل على مثل هذا التصريح أنا أرى أنه أمنية أكثر من أنه واقع. طيب خلينا نشوف الشيخ حمود. أنا سمعت أنه يعني مكاتب الصلح إلى حد ما أسهمت يعني في تخفيف المسائل، أو خلينا أنا أقدر أسميها أيضا مكاتب المناصحة. نعم. هل هذا صحيح؟ هذا من ضمن يعني حقيقة المشاريع التطويرية التي حدثتها وزارة العدل، تبناها معالي وزير العدل يعني دعمها شخصيا. ما في شك أنها في تطورها يعني واضح، ومحاكم الضمان والأنكحة أعتقد أن الآن أنها يعني في تطوير المكاتب الصلح، أصبحت ما يمكن أنها تنظر قضية وتحال لقاضي في الضمان الأنكحة إلا بعد أن تمر على مكاتب الصلح ويتم يعني مناقشة الزوجين ومناصحتهم وإعطاء فرصة. اهتمت وزارة العدل بهذا. هذا له تأثير على الإحصائية دكتور؟ لا، ليس له تأثير يعني باعتبار أنها لم تكن واقعة الطلاق، يعني لم تحدث واقعة الطلاق وتسجل بصك شرعي وتأخذ الزوجة صك الطلاق، لكنها حقيقة أسهمت كبير في بحد كثير وحالات كثيرة في أن نسبة الطلاق قلت. طبعا ليه؟ لأن المناصحة هنا مهمة جدا، وأتوا بناس متخصصين، والدكتور عبد الله ربما يعرف أن التخصص الاجتماعي أيضا في مكاتب الصلح مهم. أحيانا تكون مشاكل يعني دورية ومشاكل عابرة، مكاتب الصلح تصدت لها وأبدت النصح والإرشاد، بل وأعطتهم فرصة وعقدت لهم جلسات أسرية خاصة للمناقشة، ساهمت بكثير في الحد من هذه الظاهرة. ممتاز أستاذ يحيى. طب أنا يعني أتصور أنه العام الماضي الإحصائيات اللي طلعت عليها في موضوع الطلاق كانت مخيفة جدا، كانت تتحدث عن حالتي طلاق كل 45 دقيقة الظاهر أو شيء من هذا القبيل، ولا دكتور؟ أنا اللي أتصوره أنه فيه ربما أن مؤسسة الزواج السعودية بحاجة إلى نوع من الإصلاح. الزواج غالبا هو يعني ما حقول أنه نتيجة علاقة، لكن الزواج نتيجة حالة من الرضا والاقتناع والمعرفة الحقيقية، المعرفة التي تحافظ طبعا على يعني أخلاقك وعلى ما لديك من القيم الاجتماعية، الذي يساهم الآن في انخفاض الطلاق. أتصور أنه ارتفاع الوعي لدى الشباب الجدد المتزوجين وأنهم أصبحوا فاعلين ومؤثرين في عملية الاختيار. أتصور أن الزواجات الأخيرة من النادر أنك تلاقي الشاب يعني فقط مجرد واحد واختارت له الوالدة أو اختارت له يعني واحدة من خواته وفجأة وجد نفسه يعني متزوج امرأة لا يعرفها، باستثناء حالة المدينة يعني. أستاذ جمال، عندك رأي في هذا الجانب؟ هل أيضا كفاءة النسب ممكن تكون يعني سبب في؟ لا، ما أعتقد. حالات كفاءة النسب حالات محدودة، ولكن كل الدراسات في اهتمام كبير بموضوع الطلاق، وأعلم بوجود أكثر من جهة تقوم حتى بأبحاث متعمقة واستطلاعات للرأي. لما تنظر في الأرقام بالفعل تحتار. وجميعنا قلنا أنه أرقام معالي الوزير تتناقض مع ما سمعناه من أيام عن أنه الطلاق ما زال مرتفع، لكن الأرقام الحقيقية اللي نتمنى نشوفها هو أرقام تحليلية. أين يقع الطلاق أكثر؟ الطبقات، مستوى الدخل، هل الطلاق أكثر عند المتعلمين أم عند الفقراء أم عند متوسطي الحال، عشان الواحد يستطيع أن يجد لها حل. لكن المشكلة هذه ترى قديمة جدا، وربما حان الوقت أن نتعايش مع الطلاق. ربما الطلاق أحد إفرازات تطور المجتمع، فحان الوقت نتعايش معه وما نحوله إلى تهمة بالذات على الفتاة المطلقة. ممتاز، فاصل ثم نعود إليكم. دعوة الاحتساب تضرب الجنادرية. موسيقى
أهلا بكم من جديد. المحتسبون يثيرون الجدل من جديد، هذه المرة في الجنادرية. بعد أيام من انطلاق فعالياتها، اقتحم محتسبون إحدى البوابات واشتبكوا مع رجال الأمن بدعوى إنكار المنكر. دعوى الاحتساب تضرب الجنادرية. مجموعات محتسبة تقتحم بوابة الجنادرية وتشتبك مع الأمن وحدوث إصابات. إلقاء القبض على بعضهم، وآخرون هدأوا بعد وعود بتمكينهم مقابلة المسؤولين. رئيس الهيئة ينفي العلاقة بهم ويؤكد لن نتهاون معهم. المحتسبون أغلبهم صغار السن ويؤكدون أن دورهم إنكار المنكر. أستاذ يحيى، نريد أن نعلم من يتحمل مسؤولية توعية المحتسبين بأن هناك يعني فروقات. أولاً أي ليه محتسبين؟ أولاً أي نعم إيه؟ لكن متحمسين لكن محتسبين في البداية، وحتى يعني لا نسهم في زيادة الاحتقان، يجب أن نقول أن هؤلاء ليسوا خصوماً لنا ولا نحن على عداوة معهم. لكن بالمقابل يجب أن نقول أن سلامة الهدف لا تعني سلامة الإجراء. ليس من حقي أنا ودريس الدريس والشيخ حمود والدكتور عبد الله أن نروح نسوينا نقطة تفتيش في طريق الملك فهد. حتى إن كان الهدف هو حفظ الأمن، فحفظ الأمن في زمن الدولة ليس دوري. في زمن الدولة الإجراءات التي تمس حياة الناس ولها طابع ميداني وعام، وهناك جهاز حكومي يقوم بها، الذي يريد أن يقوم يعني بتنفيذ هذه المهام، هذا يمثل منازعة لولي الأمر في سلطته. هذا ما أفهمه أنا. مهما كان قصدك إيجابيا، إلا أن استيعاب الدولة واستيعاب زمن الدولة يجب أن يعيد علاقتك بتطبيق بعض المفاهيم، وهذا ما يحدث في موضوع الحسبة. ثانيا طيب كيف يعني علمنا بس ما هي الطريقة شوف اللي أن نتولى من خلال توعية الشباب المتحمسين؟ لا التوعية أنا أتصور أنها شغل مدرسي، وأتصور أن الشباب تجاوزوا مرحلة التوعية بهذا الشكل. يجب أن تكون التوعية عن طريق مواجهتهم بالواقع النظامي لما يحدث الذي تقوم به خطأ في ظل الدولة. يا أخي هذه دولة يعني مي بلعب، مو يعني خليني بس أعطيك كذا مثال. طيب. لو كتبنا مقال عن الهيئة يثور الكثير من الإخوة بحجة أننا نشكك في الهيئة وفي مهامها. طيب أكبر تشكيك في الهيئة أن تعتدي على مهام الهيئة وتريد أن تقوم بها أصلا. هناك فرق مهم جدا بين الوظيفة في زمن الدولة وبين الوظيفة فيما قبل زمن الدولة. حتى مسألة التعامل مع المنكر، هناك جهة وضعها ولي الأمر للتعامل معه. اسمح لي، الكثير من المشايخ اللي ذهبوا وبعضهم أعرفهم، الشيخ فوزان فوزان رجل يعني مشهود له بالطيب والخير، حتى إن كان يريد أن يناصح، إلى أي درجة هو يضمن السيطرة على يعني على الشباب التابعين له؟ إلى أي درجة يضمن السيطرة على حماسهم وعلى انفلات بعضهم؟ الدخول في مثل هذه الفعاليات هو إدخال للبلد خلاص في واقع غير منطقي. طيب شيخ حمود، ما هو المفهوم يعني والضابط الشرعي القانوني لمثل هذه التصرفات؟ بالتأكيد يعني إذا ترتب على المنكر منكر أعظم أنه لا يجوز، لأن دفع المفسدة الصغرى بالمفسدة العظمى يوجب درء المفسدتين، هذا أصل. لكن في هذه الواقعة أنا أعتقد يعني الاستفادة من هذه الواقعة ومدى يعني كافة الظروف المحيطة فيها، سواء من وجود منكرات أو تعدي أو حتى يعني ملاحظات شرعية ونظامية في يعني في هذا المكان، أنا أعتقد أن الاستفادة منه هو أولى من الواقعة ذاتها. بس هذا شغل الدولة. شغل الدولة. أنا أتكلم عن سلطة الدولة. هذه ثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا. هذا الدور هيئة الأمر بالمعروف والمنكر وهي موجودة في المكان. يعني هي كانت موجودة. فأنا حقيقة لماذا لا يكون هناك تنسيق يا أخي مع أفراد الهيئة الموجودين في المكان؟ لأن هذا هو الدور الأصيل المنعقد لها. وتقوم بجهود مهمة. أنا أعتقد يعني أن الهيئة يعني هنا في مساءلة في مواجهتها. وأنا ما أعرف الجواب اللي ممكن راح يجاوبون فيه يعني، لكن أعتقد أن الهيئة هنا عليها سؤال كبير.
طيب ستتكرر الهيئة موجودة على حال داخل القرية نعم كان. لكن سيتكرر يا دكتور إدريس السؤال مرة أخرى، سيأتينا معرض الكتاب تحدث نفس المشكلة نعم. ستأتي مهرجانات كثيرة، أنا أقول استفادة من هذه الواقعة وإيجاد حلول لها حقيقية ومباشرة سلطة الدولة كلهم في اختصاصه أنا التعدي على سلطة الدولة والنظام أنا أعتبر هذا كارثة. واضح واضح. شوف دكتور عبد الله، بس أنا ودي أقول إنه هذول المتحمسين، لأنه الشيخ حمود يقول إنه هذا دور الهيئة، هم لا يثقون في الهيئة، لا يثقون في الهيئة، يبدو أنهم أصلا يعتقدون أن الهيئة قاصرة عن أن تقوم بهذا الدور، ولهذا هم من حماسهم عطلوا دور الهيئة. ولكن نحن يجب أن نقنعهم بالتي هي أحسن، ويجب أن نغرس عندهم ثقافة عدم الافتئات على سلطة الدولة باعتبار أن ذلك منكر أشد من المنكر الذي تريدون. أنا سؤالي كيف؟ من قبل العلماء والفقهاء ومن يقومون على تدريس هؤلاء ومن ومشائخ هؤلاء، يجب أن يقروا بمفهوم الدولة وعدم الافتئات على سلطة الدولة وعدم المزايدة على مؤسسات موجودة. هل نستطيع أنا وأنت زي ما قال أخوي يحيى قبل شوي نلبس لباس عسكري لأننا لا نثق بجهاز الشرطة ونذهب إلى الشارع ونوقف الناس ونقول والله نحن محتسبون لأننا لا نثق بجهاز الشرطة؟ لا يمكن أن تقوم بهذه مثل هذه الممارسة. جمال، هو هذا الموضوع في محاولة لشرعنة الاحتساب، أن يكون هناك مؤسسة مستقلة خارج عن الدولة هم المحتسبين، يمارسوا ما يشاءون في جنادرية اليوم معرض الكتاب بكرة. هذا مسألة خطيرة جدا أن نشرعن، وهنالك علماء يحاولوا أن يشرعنوا هذه الفكرة أن الاحتساب وظيفة يجب أن يقوم بها من يستطيع عليها. لكن لو فتحنا هذا الباب هذا لا مكان له في الزمن الحالي. هذه يا أستاذ يا شيخ محمود، لحظة العلماء أنا يعني في نعم 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 في نعم هنالك بعض التصريحات، بعض التشجيع، بعض المشاهد اعتبرها تصرفات فردية شخصية. لا ممكن نذكر أسماء عديدة لبعض العلماء الذين وشاركوا هؤلاء الشباب، هم طلبة علم، هم كذا، ولكنهم مشاركين في محاولة شرعنة مهام خارج أطار الدولة. بقي لي إخواني أن أشكر ضيوفي الكرام الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان الباحث الاجتماعي والمستشار في عند مدير جامعة حائل. شكرا جزيلا. أيضا الشيخ حمود الناجم المحامي والمستشار الشرعي، والأستاذ الكاتب الإعلامي يحيى الأمير. شكرا جزيلا. والأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية. والشكر موصول إليكم، نراكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.